السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. كيف الأحوال؟ الناس يقولون في جدة ومبسوط. كلمنا اليوم عن موضوع التعدد. الحقيقة التعدد هذا موضوع محرج. أنا ماني من اللي يدعون للتعدد إلا بشروط، وودي أذكركم ببعض الشروط اللازمة توفر عشان تعدد. أول حاجة، فإن لم تعدلوا فواحد، هذا الله عز وجل يقول إذا ما بتقدر تعدل فواحدة كفاية. لكن بوجود هذا العدد الضخم من العوانس، 2 مليون عانس ومن البنات و2 مليون من الشباب، تأخر الزواجات، تأخر الشباب ما عاد يبغون يتزوجون، تكاليف عالية، مهور مرتفعة، حرمان، بطالة، تكاليف زواج مرتفعة، خوف من الطلاق، أدت للعنوسة. العنوسة هذه مشكلة كبيرة جدا تعود على المجتمع بأضرار كبيرة جدا، منها وجود هذا البنات المساكين اللي ما هم قادرين كيف يتزوجون. طيب لو قلنا نفتح التعدد، عدد يا جماعة أنت عمرك فوق 50، تروح تأخذ اللي بنت عمرها 18، 18 بتحصل من يأخذها، خذ واحدة أصبحت عانس عمرها فوق 30، إذا كان فعلا تبغى تحل مشكلة العنوسة. أما إذا كانت تدور على البنات الصغار هذول فهذه مشكلة ثانية نفسية تحتاج إلى علاج. طيب إذا كان عندك بقى زيادة وفلوس زيادة ومال زيادة تستطيع تنفق وتستطيع أن تعدل، لا والله خذ. إن كان زوجتك مريضة مرض لا يرجى برؤه، لا والله خذ. إن كان زوجتك كبيرة في السن وما تقوم بك ولا تستطيع القيام بك وسمحت لك، لا والله خذ. إن كنت كثير من السفر وتخاف على نفسك من الفتنة وتخاف على نفسك من الأشياء هذه، لا والله خذ. إن كان حتى زوجتك بترتاح منك يوم ولا يومين، اليومين اللي أنت هناك بحيث تتفرغي للعلم والدراسة ودراسة الجامعة، فأنت بتفيدها وبتستفيد حقيقة. حتى من ميزة التعدد أنك تشتاق لزوجتك. طيب التعدد برضو في صون الحريم، يعني 2 مليون عانس مساكين من يأخذهم؟ يعني لابد نفكر بشوية عقل يا شباب، لازم تتزوجون. ما ينفع 2 مليون شاب عانس حتى هو يطلع برا ويسافر يترككم بناته، لابد انكم تسعون للزواج، لابد وجوبا. اذا قلنا التعدد فيه صون برضه للنساء، فيه بدل ما حرمه تجيب 10 بزران، شفت بعضهم يجيبون 15 بزر، استهلاك لهم رهيب جدا. ذاك لو عندك حرمتين وجابت ذا اثنين وذا اثنين، يتوزع عليهم الحمل ويتوزع عليهم السحب الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك، كل ولاده بخمس سنوات في عمر الحرمه. يعني لو معها 5 اولاد يعني 25 سنه زاد عمرها، اذا عمرها 40 يصير حول 65 عمرها الحقيقي الافتراضي. حقيقه بعض الناس يسعون لتحسين النسل، يبغوا ناس كبار وعظمهم قوي وعيونهم زرق يستطيع انه يعدد وياخذ حرمه ثانيه. اللي حرمته عاقر ما تنجب، يحق له انه ايش ياخذ حرمه ثانيه. حقيقه يزيد الروابط الاجتماعية اللي بيتزوج منها يصير. إذا في النهاية لو الشباب حقينا بدل ما يروحون هنا وهنا يتزوجون بناتنا، كان صار عندنا اكتفاء. لكن سنة الله في الكون والتعدد مشروع، أنا ما نخالف لا كلام الله ولا سنة الرسول، ولكن له شروط يجب أن تنفذ تلك الشروط حتى أنه يصبح إيش نظامي وشرعي. في كثير السيار وما مسيار ومدريش، وفي نتيجة الظروف اللي نمر بها. بعض الحريم يقول بس أبغى ولد ولا بنت يقومون بإذا أصبحت كبيرة، ومن حقها مسكينة أنها تجد من يعولها، ونصف راجل ولا ربع راجل ولا تقعد بدون راجل. ولذلك أنا أقول موضوع التعدد موضوع حساس، ومجتمعنا يحتاج الآن بشكل كبير، وعندنا مشاكل اجتماعية ما هي موجودة في بقية الدول. لذلك وجب وجوبا أن نخلص العمل لله، ثم نحاول نحل مشاكلنا الداخلية، وندعو الشباب أنهم يتكاملوا مع بعضهم البعض ويصبرون على بعض ويكملوا بعضهم البعض. في بعض الدول هي اللي تدفع المهر يا جماعة، زي الهند ولا مصر، بينهم وبين بعض نص على الرجال ونص على الحرمة. وإن شاء الله أن نوصل للمرحلة هذه. كان أخذت لي 7 في الختام. شكر الله لكم، والله يعيننا وياكم، والدنيا مبنية على التفاهم ومبنية على حسن العلاقات والإمساك بالمعروف وتسريح بالإحسان. والله يعيننا وياكم. أخوكم أحمد بدوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.